لمن تميل الكفه في مواجهه الاهلي والوداد؟ وهل تؤثر فكره انه مباراه الذهاب تقام في المغرب اولا ثم مباراه العوده في القاهره على حسم النتيجه من وجهه نظرك؟ والله يا كابتن، انا نقول لك الصراحه، كون كان الجمهور نقدر نقول لك بانه فريق الوداد يقدر يحسم المقابله هنا في مدينه الدار البيضاء صراحه، لانه الجماهير هنا في مركب محمد الخامس كدير واحد دعم لهاد اللاعبين هادو، دعم كبير وكبير بزاف، كذلك في مصر بالنسبه للفريق النادي الاهلي. ولكن الان فريق الوداد البيضاوي ما اثرش عليه عدم الفوز باللقب، ولكن اللي اثر عليه هو عده غيابات من خاصه تقريبا هذه 6 شهور، والفريق الوداد يعاني من جميع المدافعين، فهما غايبين بعده اسباب، اما تغيير النادي كاللاعب الناهيري اللي كان كنظن بانه كان هو الهداف رغم انه كيلعب ظهير ايسر، فهو كان هداف ديال البطوله الافريقيه، وكذلك اصابه كومارا وكذلك داري، فالان كيلعبوا اللاعبين اللي كانوا في وسط الميدان هما اللي كيلعبوا مدافعين، فكنظن هذا هو اللي غيكون حافز سلبي بالنسبه لفريق الوداد. كذلك كاين المدافع المهم لفريق الاهلي كنظن هو غيغيب على المقابله، ولكن كتبقى مقابله كتلعب في جوج ذهاب واياب، هنا كتبقى تقريبا 50% الوداد و 50% النادي الاهلي. إذا كنا بنتكلم على المواجهة المرتقبة يوم السبت القادم، إزاي حضرتك بترى إنه طريقة اللعب أو من الممكن مواجهة النادي الأهلي في المغرب؟ وهل تتوقع أن المباراة تكون مباراة هجومية صريحة من جانب نادي الوداد؟ كما قلت لك الكابتن، فكنظن بأنه غادي تكون هجومية من الأندية بجوج، لانه حنا شفتوا تقريبا عده مرات في جميع الكؤوس الافريقيه كنلاحظوا جميع المقابلات لا ديال الوداد ولا ديال الاهلي، فريق الاهلي ما عمره ما لعب دفاع، فهو فريق تقريبا 80% هجومي لف في الملعب ديالو ولا خارج الملعب ديالو، كذلك فريق الوداد، ولكن كنظن بانه اللي كان غادي ياثر على فريق الاهلي في المقابله هو الجمهور، فنظن كما قلت لك انا كنعطي ديما 50 50%، ونتمنى ان شاء الله ان كنظن ان هذه المقابله ديال الذهاب غادي تلعب على جزئيات صغيره، لانه الفريقين كيعرفوا بعضياتهم بشكل كبير، وكنظن حتى المدرب الجديد ديال الاهلي فهو كيعرف اكثر كيعرف فريق الوداد، لانه كل سنه كيلعب تشامبيونز ليغ مع الوداد الي وروتور اللي هو بيتسو، وهذا المدرب انا شخصيا كنعرفه عن قرب، لانه معنا في لا ليسونس كاف برو اللي كدار هنا في المغرب، تقريبا قضينا مع بعضياتنا 7 ديال الدورات التكوينيه في 2.5 سنين، فكنظن كنعرفوا كيفاش كيخدم المدرب اللي كيعتمد على 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 مشاهده المقابلات ديال الفريق الخصم وكيدرسها بشكل كبير، فكنظن بانه المجيء ديالو الاهلي غادي يعطي واحد دفعه كبيره للفريق الاهلي. صحيح. وكما قلت لك اللي كيبقى ديما مباراه في كره القدم، ديما كنتسناو اليوم المقابله، لانه حتى واحد ما يقدر يعرف كيفاش غتكون الاداء ديال اللاعبين الا في وقت المقابله، والخدمه ديال المدرب دونك في اخر حصه تدريبيه كتسالي الخدمه ديالو، وكيبقاو لي زاكتور كما كيقولوا الممثلين الكبار هما اللاعبين اللي غادي يشوفوا كيفاش تكون لا فورم ديالهم في يوم المقابله ان شاء الله. كابتن حسن بن عبيشه بشكرك شكرا جزيلا، يمكن النقطه اللي ختمنا بها حوارنا يمكن توضح الى حد ما نقطه ايجابيه بتصب في مصلحه النادي الاهلي، نتمنى له في النهايه طبعا انه يتفوق على الوداد ذهابا وايابا، وان كنا نكن طبعا كل احترام وتقدير لاشقائنا في المغرب. كل الشكر والتحيه والتقدير لحضرتك على التواصل معنا في السادسه وعلى شاشه النادي الاهلي.